أسعد الله أوقاتكم كل خير، معكم الرحالة المستكشف من أبي صقر. وصلنا إلى هذا المكان العجيب الأثري القديم، وهو يسمى وادي العشق، لافلي فالي. كما تشاهدون مجموعة من الصور الغريبة العجيبة التي أمامكم، بالفعل شيء عجيب وغريب. هذا موجود طبعا في كابادوكيا، وهنا يوجد الوادي الأحمر كما تشاهدون الوردي هذا اللي أمامكم، صخور وردية. أيضا على الطرف الثاني في بطن الجبل إلى الأسفل، ويوجد هنا القرية التي موجودة بجانب هذا المكان. هذه القرية قديمة جدا، لها تاريخ عريق جدا، و حصل هنا حادثة تبادل يعني الأسرة ما بين أسرى الأتراك مع أسرى المسيحيون، وتم في هذا المكان كل واحد أخذ يعني الأسرة تبعونه، ومنهم من مات في معارك كثيرة طاحنة في هذا المكان. هذا هو وادي العشق الذي أمامكم كما تشاهدون هنا. يعني بالفعل شيء عجيب غريب كما تشاهدون. مع تحياتي ما بصقر لفالي كابادوكيا.